بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو نتحدث عن كيفية إنشاء الرحلات المعرفية عبر الويب باستخدام برنامج الباوربوينت. في البداية نضيف شريحة جديدة تكون فارغة، نقوم بحذف الشريحة الأولى. طبعا الآن نضيف خلفية إلى الشريحة ونوحدها في جميع الشرائح، تعبئة بصورة الخيار الثالث، نحدد من جهاز الكمبيوتر الصور التي لدينا، نختار صورة خلفية على سبيل المثال هذه الصورة، نطبقها على الكل، نغلق. الآن نقوم نضيف بإضافة إطار. طبعا التصميم يعود إلى كل شخص، كل معلم، كل أستاذ، على حسب ما يراه مناسب للفئة المستهدفة لديه من المتعلمين وأعمارهم. طبعا هذه المرحلة هي المرحلة تلي التصميم التعليمي. في التصميم التعليمي يقوم بخطوات التصميم التعليمي المتعارف عليها في إنتاج الوسائط المتعددة، هذه الخطوة الأخيرة. طيب الآن نقوم بتغيير وليكن هذا الشكل. نكرر الشريحة إلى ست شرائح. عند أكثر من طريقة، تكرار شريحة أو أعمل لها نسخ ولصق 3 4 5 6 7. إذا العناصر الرحلة المعرفية عبر الويب عندنا: المقدمة، المهمة، الإجراءات، المصادر، التقويم، الخاتمة، والبعض يضع الإجراءات العمليات. نضع نحن الشريحة السابعة، نجعلها الصفحة الرئيسية أو الغلاف. طيب الآن علينا إضافة الأزرار اللي من خلالها يتنقل الطالب بين الشرائح. أي أشكال مناسبة يراها صاحب الرحلة أو منشأ الرحلة العلمية. إضافة، تحرير، نص، المقدمة، الآن أضغط زر الكنترول مع الشيفت وأسحب إلى الأسفل، أكتب المهمة. طبعا لماذا أرجينا هذه الخطوة إلى الآن؟ أقصد لماذا نسخنا، أضفنا 7 شرائح ولم نضيف لها الأزرار وأضفنا الأزرار الآن؟ الفكرة أو الهدف أنه الآن نعمل هذه الأزرار ونعمل لها ارتباطات تشعبية لبقية الصفحات، ونقوم بنسخها بقية الصفحات. الآن نفس الطريقة الأولى، كنترول شيفت وأسحب إلى الأسفل، كنترول شيفت وأسحب إلى الأسفل، 1 2 3 4 5 6. الآن هنا نضع الإجراءات، وهنا نضع المصادر. نعم، بعد المصادر التقويم، وأخيرا الخاتمة. ممكن نظللها بهذا الشكل، نوسطها ممكن نغير في اللون على سبيل أضعها بدون
الآن الخطوة التالية هي إضافة الارتباطات التشعبية، ولتكن في الجزء الثاني من هذا الفيديو. مرحبا بكم. قبل أن نضيف الارتباطات التشعبية إلى الأزرار، دعونا نضيف العناوين للشرائح، نجعلها الرئيسية هذه. تصميم الرحلات المعرفية عبر الويب. ممكن نضيف صورة. ننتقل إلى المقدمة، نضيف هنا مكونات المقدمة، أقصد محتوى المقدمة، ومن ثم محتوى المهمة. أنا أضفتها فقط عناوين للاختصار، ولكن نضيفها كما تعلمنا في التحليل في التصميم التعليمي. المصادر، التقويم، وأخيرا الخاتمة. نعم، أحسنتم، جميل جدا. نعود إلى الصفحة الرئيسية، نبدأ في إضافة الارتباطات التشعبية إلى الأزرار، إلى العناصر. بالزر الأيمن أختار ارتباط شعبي، وأضغط أو أختار مكان في هذا المستند. أحدد الشريحة الثانية، لأن الشريحة الأولى عبارة عن الغلاف أو الرئيسية. موافق. انتقل نفس الخطوات بالضبط لبقية الأزرار. الشريحة رقم 3 هي تظهر معي هنا، الشريحة رقم ارتباط، الشريحة رقم 4 الإجراءات، الشريحة 5 عفوا المصادر، الشريحة 5 الشريحة 6 التقويم، وأخيرا الخاتمة. نلاحظ يفضل أن لا يكون الارتباط للنص، اجعل الارتباط للكائن كامل. لو جعلناه للنص يكون بهذا الشكل، ارتباط، لاحظتم؟ لا نريد نحن بهذا الشكل، نريد كامل الكائن، كامل هذا المستطيل. موافق. لاحظوا الآن معي بقية فاضية. طيب، أقصد بقية الشرائح فاضية. الآن أظللها كاملة بتثبيت مفتاح الكنترول، زر الكنترول، وأضغط نسخ، لصق. الآن تضاف إلى الشريحة، لصق، تضاف إلى الشريحة بالارتباطات التي صممناها في أول شريحة. بينما لو عجلنا الارتباطات بعد ما نصمم التصميم الكامل ونضيف الأزرار في كل شريحة، فيكون عندنا فيه صعوبة في إضافة ارتباطات، لكن نضيفها مرة واحدة. ننفذ الآن ونشوف هذه المقدمة، المهمة، الإجراءات، المصادر، الخاتمة، التقويم، المقدمة.
تتنقل ممكن. طبعا فيها أمر ممكن الطالب يضغط على المكان هنا وينتقل وينهي العرض. هناك لدينا إجراء لكيف نمنع الطالب من الانتقال إلا من خلال الأزرار، وليكن في الفيديو التالي إن شاء الله. لكي أمنع الطالب من الخروج من العرض إلا عن طريق مفتاح خروج أو الضغط على سكيب، انتقل إلى عرض الشرائح، إعداد عرض الشرائح، وأختار مستعرض دون مراقبة. لاحظوا هنا تنفيذ حلقة مستمرة حتى ضغط سكيب، موافق. ننفذ الآن. كما تلاحظون لا يستطيع، لا يتنقل العرض إلا عن طريق الأزرار أو الضغط على مفتاح سكيب. جميل. الآن بنضيف زر الرئيسية ومفتاح خروج، ولتكن صور الرئيسية وزر خروج. صغيرها يكون هذا على حسب المكان الذي يناسب المصمم. خروج، طبعا تصميمنا هذا هو كدليل لإنشاء رحلة معرفية عبر الويب، وبمجرد معرفة الخطوات يستطيع المصمم أن يبحر ويستخدم خلفيات ويستخدم الصور بما يراه مناسبا وما مؤدي للهدف. نضغط على الزر، ننتقل إلى إدراج إجراء. ممكن نضيف الارتباط الشعبي ولكن هذه طريقة أخرى. إجراء، اختار النقر بالماوس الشريحة، اختار شريحة، الشريحة الأولى الرئيسية، موافق. طبعا هنا ممكن اختار إصدار صوت، موافق. أنفذ. لاحظوا معي مصادر، أضيف زر خروج نفس الطريقة، إدراج إجراء، لكن أختار إنهاء العرض. إذا أحببت تضيف صوت أضغط خروج. طبعا لم ينتقل لأنه في نفس الشريحة. خروج، إنهاء العرض. طيب الآن نظلل، نسخ ولصق في جميع الشرائح. انتهينا الآن، كل ما علينا التنفيذ انتقال إلى التقويم الرئيسية المهمة، نعود الرئيسية، المصادر، تقويم، الخاتمة. يستطيع الطالب يعود ضغط الزر إلى الصفحة الرئيسية، وتعطي هذه الإضافة تعطي العرض بنية البرنامج الإلكتروني، كأنه برنامج تطبيق يستخدمه الطالب. بعد الانتهاء ممكن يضغط على زر خروج لإنهاء العرض. أتمنى أن أكون أفدتكم خلال هذا الفيديو، وتقبلوا تحياتي، محبكم موسى الشيخي.